في منحى آخر بالأمس كان الرئيس مجلس السيادة البرهان عبد الفتاح البرهان في فعالية افتتاح الأسواق البيع المخفض، وحدث يعني موقف تداوله الناس أمس في نطاق واسع في أنه هي الكهرباء قطعت أثناء وجود رئيس مجلس السيادة. وحقيقة في ظل البرمجة والظروف المرتبطة بالكهرباء الفترة السابقة دي شيء طبيعي أن الكهرباء تقطع، لكن الطرفة في أنها قطعت في وجود رئيس مجلس السيادة وفي مكان موجود فيه رئيس مجلس السيادة، فده الخل الموقف يعني يبقى مختلف. الرئيس مجلس السيادة في أثناء كلامه في الافتتاح أو في الفعالية دي قال كلام الناس برضو يكفت فيه، يعني قال إنه لو قطعوا رقابنا سنظل، أو قطعوا الكهرباء سنظل نعمل حتى آخر نفس لحماية هذا البلد. ومهما قالوا عننا كقيادة إننا ضعاف، نحن بننظر بعيد للوطن وبنعلم الضغوطات والمعاناة التي يعاني منها الوطن. خلونا نشوف المقطع الذي تحدث فيه رئيس مجلس السيادة ثم نعود لنعلق عليه. الوطني ما حقت الجيش، والناس الشغالين دين ما حقين البرهان. نحن والواطن المقام عليه هذه الأسواق كلها حقت الشعب السوداني، وكلنا نحن كلنا نحن حقين الشعب السوداني. عشان كذا نحن ما دارين نشكر أخواننا أقاموا هذه الأسواق، أن نحن نفتكر أنها هي جزء يسير وعمل بسيط جدا نوفي به الدين حق المواطنين على مؤسستهم العسكرية، لأنه هذه الأرض كما قلت أرض عسكرية والمنشآت المقامة عليها كلها عسكرية. نحن ما عملنا حاجة ولا قدمنا حاجة ولا جبنا حاجة من عندنا، الوضع دي حقة المواطنين ونحن حقين المواطنين. فنحن بنقول لهم نحن كلنا كان قطعوا الكهرباء والله قطعوا رقابنا حنظل نعمل لآخر نفس، حنظل نعمل لآخر نفس في عمرنا عشان نحمي هذا البلد ونحافظ عليه. ما عندنا حاجة بنخاف منها ولا عندنا حاجة بنخاف عليها، لأنه شايفين قدامنا هدف واحد. مهما الناس تحدثوا ووصفوا بأوصاف، إذا قالوا القيادة ضعيفة أو أي صفة، نحن نقول له إحنا عندنا هدف قاعدين نعاين له قدامنا، السودان بأهله وبناسه الطيبين وبناسه اللي بيعاينوا لنا ومنتظريننا، ننتشلهم كلنا ونمرقهم لأهدافهم أضحوا من أجلها سنينهم كلها. نحن دي فرصة أيضا نحيي فيها أهلنا في السودان في كل مكان، نعلم المعاناة ونعلم الضغوط اللي بيعيشوا فيها، ونعلم كل حال يمكن أن توصف به الأوضاع الحالية. لكن أنا ماذا أكرر أخوان من سبقوني، أقول أن نحن بقليل من الصبر، بقليل من التأني، بقليل من النظرة للوطن، سنتمكن من أننا ننجز شعارات الثورة، شعارات نحن كلنا مؤمنين بها، الحرية والسلام والعدالة. طيب، هذا حديث البرهان رئيس مجلس السيادة في برنامج افتتاح أسواق البيع المخفض اللي نفذت القوات المسلحة بالأمس. الوقفة هنا في أنه رئيس مجلس السيادة، والناس كان في إشارات كثيرة يعني خلال الفترة الفائتة في أنه في حديث عن تعمد لقطع التيار الكهربائي لأغراض سياسية. حقيقة الكلام ده كان متداول في الأوساط العامة، الأوساط العادية والشعبية. فكونه يقال من رئيس مجلس السيادة، أنا أفتكر أنه دي عندها وقفة وفيها وقفة، يعني في أنه معناه الرواية دي حقيقية. أول حكومة وعلى رأسها الرئيس رئيس مجلس السيادة عندها علم أنه في عمل بيتم لوقف مسيرة البلد. ما هو قال إنتوا لو قطعتوا الكهرباء ولا قطعتوا رقابنا نحن حنستمر في حماية البلد، معناته هو بوجه رسالة لناس معينين. طيب يا سيد رئيس مجلس السيادة، أنت رئيس مجلس السيادة، أنت الرئيس،
كيف يعني بتقطع الكهرباء وانت عندك مؤسسات وعندك دولة موجودة وانت بتجي تقول الكلام ده في الإعلام، يعني بتوصل رسالة للشعب السوداني انه في فعلا عمل بيتم ونحن ما هنقف. ما هي دي الرسالة كده. يبقى السؤال ايضا انه انت كرئيس كيف ما قادر تحاسب الجهات المسؤولة عن انه التيار الكهربائي ينقطع بلا مبررات وبلا مشكلات فنية؟